وبلشت حلقة نيكست والحلقة جدا مميزة. كيف إذا عم نحكي عن رأس الهرم بإنتاج الدراما اللبنانية؟ اكتارت علمه من وراء ودايما بكل مقابلة كل مذيع بيحكي نفس الجمل، بس هيدي هي الحقيقة، يعني منا وهم، هيدي عن جد. كل ممثل نجم اليوم على الساحة اللبنانية هو أكيد كان مع ضيفنا. ضيفنا هو منتج وكمان صاحب مروة جروب، عم بحكي عن مروان حداد الرائد بعالم الانتاج. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. شو اخبارك؟ صباح وانتو تمام؟ تمام، كتر خير الله. مروان، يعني دائما اذا فينا نقول انت ملزق بتويتر، بتحبه كثير، شو هالمحبه؟ لا مش ملزق بتويتر، بس انه بتجيني افكار بحب هيك اعبر عنها شوي، يعني اراء، فبعلق على مواضيع معينة كانت فنية أو اجتماعية أو سياسية، فيعني مثل ما بيقولوا كل كلمتك وامشي، فأنا هيك بحب يعني. اليوم عم شارك تقديم أكيد أنا وريتا، ريتا اللي كمان إذا فينا صح. نقول كمان معك بعالم التمثيل أو عم تطلقها كمان. أول شيء خبرنا عن ريتا. أول شيء ريتا عن جد تفاجأت الكل كأول مرة، الدور كان كمان مركب يعني ما كان دور عادي، وبعتقد عملت يعني اللي لازم تعمله كأول مرة، وأنا بقول لها برافو، عم تشتغل على حالها، وهلأ خبرتني أنه عم تاخد دروس كمان مكثفة، فيلا. وأنا بدي أقول لك مرسي كتير على هالفرصة، يعني عن جد يمكن ما بتصير لحدا بسرعة، بدي لك مرسي إلك، وأكيد مرسي ليلا عرفنا عليك اللي هو سار. أكيد أكيد سار، وعلى أمل أنه نتعامل إن شاء الله يا رب يكون في تعاونات لقدام. بكل مقابلة بتحكي مواضيع سياسية، دايما في عندك رأي سياسي بما يخص لبنان، ودايما رأيك بيكون يعني مش مع حزب معين أو مع يمكن كاركتر معين أو بابليك فيجر معين أو يمكن سياسي معين، دايما رأيك مختلف، يمكن ما بتوافق سياسة للآخر، بس لكن فيك تكون سياسة يوما ما، شو رأيك؟ ليك كون سياسة يوما ما، أنا كنت سياسة بأولتي قبل ما أجي على الفن، يعني كنت بعدني بالجامعة وهذا بتفتكر هلأ خلص، بس هيك عندي شوية خبرة بالموضوع وطلع. وحب هلأ بالنسبة لأنه مش مع حدا، أنا بهمني البلد، كل إنسان من السياسيين عنده جزء لو صغير بيكون في شيء معه حق فيه، وفي اشياء ما معه حق فيه، فمشان هيك ما فينا يلا كل شيء نحطه فوق بعضه ونقول كله ما بيسوى او كله بيسوى. وانا هون بدي اقول شغلي، ميشيل ابو جوده كان رئيس تحرير جريده النهار، كانت النهار كثير موضوعيه بايامها، كانت تعطي الخبر بدون ما تتحيز، كان يقول هو اللي بيقرا النهار بيعرف هو قدام حيز، لاحظ هالجمله، وهيدا الشيء اللي انا بحبه، لازم دائما بالاعلام اهم شيء. اليوم بتلاقي المذيعين اذا بدك منهم موضوعيين بياخذوا طرف، هيدا الشيء ضروري تكون الموضوعيه موجوده باي حوار او اي يمكن ارتيكل عم نقري، يعني ليش بده يكون كل شخص موضوعي حتى لو كان بدومين الاعلام؟ لا مش كل شخص لازم يكون، بس أنا برأيي الإعلامي لازم يكون موضوعي، يعني عطول الإعلامي بده ياخد دور الشخص يلي ضد الشخص يلي عم بيحاول، هيدا ما في شك فيه. إيه هلأ ليه أنا برأيي حتى يلي بعض الإعلاميين بجربوا يلعبوا هالدور بس بينفضحوا دغري، ببين عليهم، بيرجع ببين من مجرى حوارهم، بتلاقيهم أوقات شلش بعروقهم برقبتهم هيك بيتغير، أوقات ضحكة أوقات كذا، بتحسهم دغري يعني بتصنفهم، يعني أنا بس أحضر حيالله إعلامي أو إعلامية دغري بعرف شو الخلفية تبعه، وهيدا شيء أنا برأيي مش صح. طب مين المذيعة اللي بتلفتك بحوارها السياسي أو يمكن برأيها السياسي بعد المطارح إذا ما كانت موضوعية؟ ليك في كتير مذيعات جيدين، بس أنا مع المذيعة اللي بتسأل سؤال وبتسمع رأي الضيف. للأسف 90% من مذيعاتنا وإعلامييننا بيحكوا أكثر من الضيف، وهيدا شيء كمان خطأ أنا برأيي مفروض ينتبهوا له، يعني اليوم أنا بجيب ضيف أنا بدي أسمع رأيه، هلأ بحاوره من الأسئلة بس مش أنا بحكي أكثر منه، يعني إذا منجي بعدة خصوصا بالحوارات السياسية مع احترامي لكل اللي
بيذيعوا، اذا بنجي بنعمل تايمينج معين قد ايه حكي الضيف وقد ايه حكي المذيع بيطلع المذيع اكثر للاسف. طيب اذا بدنا نحكي شوي عن الممثلين والممثلات بلبنان، يعني خصوصا بعد الثوره اللي صارت بتشوفهم انه كلهم شاروا الماسك وبينوا هن لمين بينتموا سياسيا، قد ايه النجم بيخسر من شعبيته بس يبين انه هو منتمي سياسيا لحدا؟ هلا هيدا قرار بيرجع لكل مثل ما بيقولوا ممثل او نجم. لا شك انه هو كمواطن بحق له يعبر عن رايه، ما حدا له معه، ولكن هالشيء له انعكاسات اكيده، لانه اليوم في كثير بنشوفهم في ممثلين اخذوا مواقف بالثوره لقيناهم شوي خف شغلهم، لانه فاتوا اذا بدك مع هيدا الطرف ضد هيدا الطرف، فاليوم بتتاثر جماهيريتهم، لانه بالنهايه النجم انا برايي رايه اذا بده يقوله بده يكون مقرر هو انه ممكن يخسر من شعبيته، اذا اخذ هالقرار هو حر يعمل اللي بده اياه، بس ما في يرجع يزعل ويحس انه شعبيته تاثرت او ناس بطلت تشوفه، لانه بالنهايه ما فيك تتحكم باراء وشعور العالم. يعني دائما بيقولوا ان شاء الله يكون في عنا رئيس جمهوريه قريب، هل هي المعضله لحل المشاكل هي انه يكون في عنا بس انه رئيس جمهوريه، ولا في يمكن بعض المسؤولين اللي لازم يزيحوا من موقعهم تيرجع يكفي البلد على الطريق الصحيح؟ ليك نحن اليوم كل عمره لبنان بس يكون الدول الخارجيه يلي بتاثر عليه متفقه مع بعضها، نحن منعيش بثبات ونبات مثل ما بقولوا، منخلف صبيان وبنات ولما بيختلفوا مع بعضهم بصير حالتنا مثل هلا هاي الحاله. من وقت ما انبنى لبنان لليوم، لانه لبنان هو تركيب انعملت كان تقاطع لاتفاق دولي صار في شيء اسمه لبنان، ومن يومها لليوم ما قدرنا نعمل دوله، وانا برايي ما رح فينا نعمل دوله، لانه نحن مجموعه شعوب منا شعب واحد. قد ما نعمل كتب تربية ونحكي بالوطنية، أنا برأيي الشعب اللبناني كتير إذا بدك متنوع، كتير ما بيشبه بعضه بالسياسة خصوصا، بالمفاهيم الوطنية، بانتمائه للوطن، كتير فيه هو بين اللبنانية بين بعضه. مشان هيك على طول بحاجة نحن لمين يسيرنا لحتى نكون منتظمين وماشيين مثل ما بيقولوا مثل تلاميذ المدرسة. بيلفتني كثير بحواراتك كمان وخاصة بعالم السياسة لما تقول وبتحدد كمان بالتحديد انك ضد التطبيع مع العدو الصهيوني اسرائيل. أكيد. وضد السلام لحد ما، وكمان بيلفتني شغلة انك بتقول عن سلاح الحزب او سلاح حزب الله انه لازم يكون اذا فينا نقول تحت إدارة لبنانية. طبعا انا مع الدولة، بناء الدولة، يعني كل شيء يعني نحن اليوم اذا بدك السلاح هو بلس للدولة اللبنانية. يعني انا ما فيني اجي اقول بدي شو بقول شيل السلاح وكبه بالبحر او بدي شلح، مش هيدا الهدف. الهدف نحن هيدا السلاح بأمرة مين بده يكون وشو الوظيفة تبعيته، هيدا الشيء منشوفه اذا وصلنا نعمل استراتيجية دفاعية يلي بتقوم على اساس شو راح يكون في تنسيق بالنسبة للسلاح بين الجيش والمقاومة، وأهم شيء أهم شيء إذا بدك قرار الحرب والسلم إنه يكون بيد الدولة. يعني ما في دولة بالعالم قرار السلم والحرب. طب شو رأيك باللي ضد هيدا التنسيق، يعني اللي ما بدهم بس إنه ما يكون في سلاح لحزب الله؟ إيه ما هو بس نعمل استراتيجية دفاعية وبس يصير السلاح منسق وبأمرة الدولة اللبنانية، كل هال إذا بدك الأسئلة يلي عم تنطرح ما بود إلها. برأيك بعض الأحزاب في عندهم أسلحة مخبية، يمكن أكتر شيء اللي ظاهر هو سلاح حزب الله؟ ما في مجال للمقارنة بصراحة، يعني اليوم بين السلاح الموجود هذاك سلاح أفراد، يعني في قد ما بدك سلاح أفراد، بس نحن عم نحكي اليوم بمنظومة سلاح يعني بتتعدى دول يعني. طيب إذا بدنا نحكي عن انفجار 4 آب، هل برأيك رح نوصل لنهار يكون في محاسبة أم مثله مثل غير من الملفات انطوت وانضبط؟ للأسف الشديد بلبنان ما في شيء بنتحاسب عليه. مثل ما صار في عفو من بعد الحرب الأهلية، أنا بتوقع
انه قريبا اي حل بيجي رح يكون قايم على عفو تاني، ممكن يكون عفو مالي، ممكن يكون عفو اذا بدك نرجع نلاقي حلول، بس الحلول ما بتكون مثل ما بقولوا كسانت او ثواب وعقاب. انا برايي كله بينحل بلبنان على الطريقه اللبنانيه، وهيدا بيرجع لانه نحن مجموعه شعوب مش شعب واحد. ما بيقدر شعب، يعني اليوم مين اللي بده يحاسب؟ هل بده يحاسب من اي طائفه بده يكون؟ بيقدر يحاسب شخص من طائفه ثانيه؟ اكيد لا. يعني اليوم نحن مشان هيك على طول من يعني اذا بدك الحل بلبنان على طول هو التسويه، ولكن التسويه ليست حل. يعني مشكله كبيره لبنان يعني، فمشان هيك التسويه بتكون حل مؤقت على طول، يعني بنعمل التسويه. بتقولي يا ريت بلبنان النظام ديكتاتوري مش ديمقراطي؟ لكن اليوم كنت عم بحكي انا وصديق لإلي، قلت له بالزمان كانوا يعلمونا انه كان بدنا دكتاتور كنا نسميه دكتاتور ابلوري، يعني متنور. للاسف بس انه هذا شيء طبعا ضد مفهومي انا كديمقراطي، لانه انا اؤمن بالديمقراطيه لابعد الحدود يعني. فللاسف انا بصراحه المشكله كثير كبيره بلبنان، حلا ما رح يكون إلا كل فترة منقرب لقدام ونرجع لورا، منقرب لقدام ونرجع لورا. وهكذا نرجع نشوف لبنان واقف على إجراء، بدنا يعني حسب مفهومك وحديثك إنه تدخل دولي. أكيد غير أكيد. هيك شوية من هون شوية من هون ما رح تزبط. أكيد لأنه مين بده يحلها؟ ما هن ما الأفريقاء مختلفة مع بعضها وما حدا بيحكي مع حدا. فاليوم نحن رئيس جمهورية ما فينا ننتخب، ليش؟ هيدا بده فلان وهيدا بده فلان. آخر شيء إذا طلع في تسوية دولية كل طرف عنده مرجعيته، ترجع هالمرجعيات بتحكي مع بعضها وبتقول لهم إنه هيدا الشخص يلي اتفقنا عليه ورح نعمل حكومة ورح يكون في إصلاحات ورح يكون كذا كذا، بحطوا لهم البروغرام وبيجوا. هالشي بيعيش 5 10 15 20 ما حدا بيعرف، ولكن بنرجع لنفس الدول. طب كمروان حداد مين بتحس انه مناسب يكون رئيس جمهورية هلأ حاليا؟ ليك انا يعني انا بالنسبة لإلي يعني اهم من يعني اليوم انتخاب رئيس الجمهورية ضروري، بس أهم شيء رئيس الجمهورية اللي بده يجي يكونوا الكل متفقين عليه، لأنه إذا ما إجا رئيس الجميع متفقين عليه ما بيكون عملنا شيء. يعني أعطينا اسم، أعطينا اقتراح. لك ما رح فوت أنا بكتير أسماء واقتراحات، لأنه فعلا في أكثر من شخص وما بدي مثل ما بقولوا ينسمع علي. من ضمن الأسماء اللي عم تنطرح حاليا ولا عندك اسم لا جديد؟ لا في أسماء، في أسماء من اللي عم تنطرح هلا، بس أنا أهم شيء يعني انتبه. إذا بدك نحن شو بقولوا المشروع هو المهم، يعني نحن إذا حطينا مشروع قلنا إنه هو هيك بيوقف البلد بهيدي الطريقة. إيه؟ يكون في مشروع والاسم يلي منقيه هو المشروع كمان، يعني ما فينا نفصل الاسم عن المشروع والمشروع عن الاسم. يعني ممكن حط أنا مشروع ما بيكون مناسب للاسم اللي بدي جيبه ما بنوصل لحل، وإذا حطينا الاسم ما بوصل المشروع كمان ما بنوصل لمحل. صحيح. فالشغلة كتير دقيقة وفي كتير يعني مهم انه يكونوا الكل متوافقين عليهم. خلينا نتقل سوا نحن وياك لفقرة كاتشاب. أسئلة سريعة جدا أستاذ مروان ومنبدأ سوا. من هو أسرع كاتب سيناريو وكمان صاحب مضمون جيد؟ يعني بتوكله يمكن بسيناريو معين بيوصلك بوقت جدا سريع. كلوديا مارشاليون. كلوديا مارشاليون، نايس. طب برمضان مين هي كانت النجمة؟ لليوم لهلأ لهالتكة الدراما. القصة يعني إذا فينا نقول دراما بحد ذاتها، فيعطيهم عافيه. يعني وصلنا لمرحله انه صار فينا نقول الدراما اللبنانيه عم بتنافس وبشكل كثير قوي. الدراما يعني اليوم عندنا دراما لبنانيه، عندنا يعني دراما مشتركه، عندنا دراما سوريه، دراما مصريه، في جميع دراما خليجيه. اي يعني بالمطلق انت عم تحكي كدراما. طيب في تويت لفتتنا لك عم نشوفها سوا قدامنا. اغلب المسلسلات اللي تعرض بشهر رمضان تفتقد للقصه. عم تلطش اي مسلسل؟ ما عم بلطش ولا مسلسل. يعني انا اليوم اللي عم شوفه، يعني نحن اليوم رحنا من المسلسلات اذا بدك للفيلم السينما.
اليوم حبكة الفيلم السينما تبقى حبكة صغيرة ضيقة، خطوطة منا كبيرة. واليوم صرنا عم نشوف مسلسلات، مش كل المسلسلات بس أكترية المسلسلات اللي عم نشوفها قايمين على الصورة أكتر من شيء تاني. يعني الصورة بتبهرك أول حلقة تاني حلقة، بعدين إذا ما كان عندك قصة إنه تشدك وتخليك تتابع ما بتكفي المسلسل. للأسف نحن شو عم نعمل اليوم؟ الأكترية بيركبوا التركيبة، يعني منجيب نجم بدنا إياه أو نجم ونجمة ومنروح منجيب لهم قصة، بينما مفروض بس عم ينجحوا أوقات يعني إيه حتى الأول قصة يمكن مش بس كتير. هيدا شيء مش صحي. الصحي أنت بتكتب قصة وبتجيب ناس أنت بتشوف مين بيلبق لهم هالقصة لهالنجم. هون تغيرت الموضوع، صرنا منجيب النجم والنجمة بس إنه الحق بالنهاية على شركة الإنتاج. أنا برأيي مش الحق على شركات الإنتاج، شركات الإنتاج بتلحق السوق. اليوم الكيدون أردون هيدي أنا كتبها ب وكمان عملها فن على تويتر، يعني فن كل العالم ضروري يرجع يشوفوها بكل شيء. كيدون أردون ونحن اليوم عشان هيك عم أقول لك ما راح تنحل مشكلتنا إلا ما يجينا المصاري، واللي بده يعطينا المصاري هو اللي بده يقررنا مصيرنا. وهون الشيء ذاته اليوم يعني رأس المال، مين اليوم الرأس المال يلي عم بيغذي هالشركات عم يعطيها تنتج هو اللي بيقرر. فالمشكلة ولا مرة بشركات الانتاج، لأنه اليوم شركات الانتاج هي منا بالمطلق. اليوم إذا ما التلفزيون كلفها أنه تنتج مثل ما بقوله مسلسل، هي بتحط الشروط العريضة اللي بدها إياه وهو عم بينفذ لها. طب ليش ما بيخاطروا مثل مروان حداد؟ يعني مثلا أستاذ مروان أنت دايما في عندك ناس جديدة بتطلقها بتظهرها ترجع بتاخدها يمكن شركة إنتاج للمنصات بيعملوا لها مسلسلات، برأيك هذا ضعف من شركة إنتاج دايما يمكن اللي تحت الضوء هو اللي لازم يكون النجم لو شو ما صار؟ ليك بعدني برجع بقول لك، أنا اليوم أنا إذا بدك كل فترة اللي اشتغلت فيها أنا كنت أشتغل الدراما هواية ولا مرة اشتغلتها، والدليل ما ربحت مصاري كتير. يعني لو بدي اشتغل كنت اربح مصاري كنت لازم كون ماشي بغير طريق، مثل ما كنت لازم اعمل مثل ما انت عم بتقول. بس اليوم شركات انا ليه يمكن يلي مثلي بيفكروا، انا بيطلع عبالي مثلا عندي لذة انه طلع نجم جديد او نجم جديدة أكيد. يعني هيدي شيء انا بحبه، يعني عرفت كيف؟ لو كلفني اوقات اني اخسر او كلفني اوقات اني اتعذب، مشان هيك هالشغلة هاي ما بتتوفر بمين مكان. شركات تانية لا، في بدك كل شيء جاهز تانية. اذا بدك شيء جاهز، مع العلم انه بعض الشركات الجديدة عم بتحاول اليوم عم بتطعم بس بسكر ضعيف شوي. اكيد لأنه بالنهاية هن عم بنفذوا لرأس مال عربي كتير كبير عنده شروط معينة بيفرض عليهم، بيطلب منهم مين بده بطل مين بده بطلة، شو القصة شو الممنوعات كيف بدنا الصورة، ففي إشراف. بس أنت أستاذ مروان دايما عندك كذا عمل، ليه ما بتعمل عمل من الأعمال مثل ما بده يمكن الجهات اللي عم تطلب هيك؟ صح، أنا أصلا أنا أول واحد عملت بانارام بال 2007 عملت حواق في التاريخ اللي كان بعد ما في حدا عامل هالفكره هيدي. هلا مثل ما قلت لك انا لانه بشتغل بلذه يعني انا ما فيك تقمعني يعني هلا عم جرب غير لانه ظرف البلد تغير. يعني انا من اليوم من ال 2019 لليوم في كتير اشياء تغيرت بلبنان، لانه انت بتعرف ازمه البنوكي، ازمه الكورونا، الأزمة الاقتصادية اللي ضربتنا، كله هيدا عم يجبرني إذا بدي كفي في إشياء بدي غيرها ورح غيرها. وإن شاء الله بتلاقوا شي عمل هلأ قريبا نرجع نشوفك يعني بدراما مختلط. إيه أكيد أكيد، ما في يعني هيدي إذا بدك الواقع أوقات بيفرض عليك إشياء أنت ما بدك إياها. اليوم الواقع اللي وصلنا له بلبنان، الواقع الاقتصادي، إذا بدنا نكفي مجبورين نعمل دراما مشتركة. ومظبوط انه هلا محطات التلفزيون عم يشترطوا على النجوم اللي رح يكونوا بالمسلسل، يعني عم يشترطوا على المنتج. اكيد بالنهايه هن صعبين راس المال. يعني بالاول كان المنتج بنقي كل كانت ايام زمان كنا نحن نطلع ممثلين، اوقات كنت غير ممثلين تلفزيون ما يعرف يتفاجئ فيهم وبعدين يلاقيهم على الشاشة. طيب تنمشي بسرعة بالأسئلة، أغرب تعليق على تغريدة وصل لك وتفاجأت فيه؟
ماشي مهم، لا ما عندي هيك ابدا، لانه بحكي انه اذا بدك بضل في محاربين. ايه لا محاربين اكيد وجيش الكتروني. ايه جيش الكتروني فيه يعني اكيد، مش بس بالسياسه، عندنا بالفن فيه. هاي واصلين لك. ايه ليك انا بعرف ناس اذا بدك بعض المواقع او الكتاب اللي بيكتبوا بعرف مين خلفيته وشو بيعملوا. بقى صرت اتعودت على شغلي، اذا ما حكيوا شيء عن المسلسل اللي عامله يعني عجبهم، اذا في غلطه صغيره بتلاقيهم فرموا الدنيا وقوموا القيامه، لانه انا علاقتي انه ما في عندي علاقه. بس حلو فيك انه دائما بتتابع حتى التفاصيل الصغيره، مثلا بالزمان ببرنامج منا وجر صار في شيء مع إلي سليمان، تعليق صغير انه لابسين يمكن بلوزه بالقلب، رجعت فرجيته انه هي مقصود بالسيناريو انه تنلبس أكيد بالقلب. اكيد يعني هيدا شغلي، قلت لك هي لذه عندي. يعني انا بتابع التفاصيل، وبدي اقول لك شغله، ما بيقشع تفاصيل ما بينجح بحياته. هي خدها قاعده. طب برايك اي ممثل بتنجح اعماله حتى لو كانوا ضعاف بس بسبب جمهوره؟ اسم اي ممثل بتنجح اعماله بس لانه اسمها هيك؟ اي اسمها وعندها جمهوره. ما افتكر ولا وحده اذا بس لاسمها، يعني اذا المسلسل ما بيسوى ابدا لا ما فيها تعمل شيء. اكيد. طيب منشوف بدي ارجع اقول لك، الدراما هو عمل جماعي. اكيد بيكون البطل والبطله هو متوج، بس اذا انا ما اعطيته قصه حلوه وما اعطيته انتاج جيد وما اعطيته حواليه ابطال يكونوا يقدروا يقفوا معه، اكيد بده يفكر يعني. كمان في تويت لفتتنا، في مسلسلات تركيه لا تسالوا عن المنطق بالاحداث، حضرت تيب حلوه ولوكيشنز واحلى شباب ونسوان ولا احلى غير هيك انسى. طب بس عم ينجحوا بشكل كثير كبير وعم ينطلبوا ومواسم. هيدي كنت عم تلطش التفاح الحرام المسلسل. ما عملت شيء انا هيك بحضر هيك. اوقات بعد مرتي بتحضر تركي واوقات بقعد معها بتابع بعد شوي. بتتسمسم من مرتك بتكتب التويت؟ لا مش متحيل المدام اكيد. بس لا بدي اقوله انه نحن بالدراما اللبنانيه اي غلطه بتقوم لقيامه وكيف عملته هيك وما كان هيك وكذا، ولا بيسكتوا. تحضر مسلسل التركي ما في منطق لا بالاول ولا بالاخر. بلس انه عم ببيعوا 180 دوله، ناجحين بكل العالم، اليوم عم بدبلجوا للام بي سي وينعرض بفرد وقت هو والتركي دايركت. يعني وبالوقت انه ما في منطق. مش هيك عم اقول لهم انه رقوا علينا، نحن اذا عملنا غلطه صغيره بيشنقونا. بالتركي لا بتلاقيهم مبسوطين وعم يحكوا وحضرته وشفت تيابها وشو لابسه وكل، انه عرفت كيف هيدا المنطق يلي كنت عم بحكي فيه. لا توقف على بريك صغير استاذ مروان، بعد البريك مروان حداد رح يكون معنا انا ريتا طبعا بحلقه سبيسيال، وكمان بعد في عده قصص رح نحكي فيها ومفاجآت. بس قبل بدي اتشكر ابو ماتريكس على الملابس، ابو برج حمود ثانك يو كثير لك دائما على اللوكات الغير شكل، وهشام حداد طبعا لوكات الشعر كمان كجماليه رائعه جدا. شكرا شكرا شكرا. بريك صغير نرجع ما تغيرتش هنا. ورجعنا بعد بريك مشاهدينا، تحية لكل اللي بلشوا يتابعونا من هيدي اللحظات. هابي إستر وصوم مبارك، متابعين سوا ريتا وأنا مع المنتج أكيد مروان حداد. أستاذ مروان عن جديد أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم الإمرأة هي متحكمة بالتلفزيون؟ إجمالا نعم أكيد، لأنه اليوم التلفزيون يعني إذا أول شيء في جوناس بعمر معين أنه اليوم بعدوا عن التلفزيون، ما بقى يهمهم يقعدوا ويحضروا، فالمرأة هي بتتحكم لا ساعة معينة، بعد ساعة معينة الرجال ببلش. ليه دايما بيقولوا انه الامرأة هي اللي بتحضر اكثر شيء دراما؟ ليش مش الرجل دايما كمان بيحضر؟ اول شغلة الرجل بحب او صار يحضر. ايه نحن عم نحكي الكمية الاكبر من النسبة الجمهور الدراما، النسبة الكبرى هي للمرأة. لانه الرجال ما له جلادة يتابع قد المرأة، ما له جلادة التفاصيل، ما له جلادة يطول باله انه يحضر مسلسل 50 حلقة او 60 حلقة وشو بده يصير وبكرة وبعده وكذا، بفضل يحضر فيلم يخلص بسرعة. فالمرأة نفسها اطول وعندها جلد واذا بدك قاعدة من عشية المسلسل بسليه بياخذها لعالم ثاني. يعني انتبه، المرأة بتشوف وحده تياب عجبوها بتاخذهم، بتشوف واحد شو بعرفني الكوفرولي، بتشوف حالتها يمكن بالمسلسل، بتشوف وحده اكيد بتلاقي كل الاعمار بتصير هي تشوف حالها. الرجال مش هالقد اذا بدك بيعمل. بدي اقول يعطيها الف عافيه اليوم لريتا وبشكل كثير كبير، لانه حضرت لنا الفقره اللي هي اسمها مزبوط، محضرين فقره 10 على 10. شو خير ان شاء الله. يلا
10 على 10 عادة أنا وسيرج بنسأل الأسئلة، بس اليوم اللي رح يسألوك الأسئلة هن نجوم عشرة عمر. يا حنبلش سوا مع الممثل وجيه صقر. استاذ مروان مساء الخير، أنت استاذ بكل معنى الكلمة، وأنت بي الدراما اللبنانية. ضحيت بكل حياتك من شان هالدراما. هل كانت هالدراما اللبنانية وفية لإلك ولا لا؟ لك أنا ما في مشكلة مع الدراما. كان في إذا بدك مشكلة شوي مع أهل الدراما. بأهل الدراما في ناس هيك وفي ناس هيك، بس أنا طبعي ولا مرة إذا بدك بعطي شيء وبطلب بالمقابل، لأنه مثل ما بيقولوا كل واحد بالنهاية بيعمل بأصله. وفي كتار لو إذا بدك حسيتهم أنه هن ما ربحوا لك جميلة، بس أكيد لما يناموا عشية عم خديتهم بيعرفوا أنه هن غلطانين وبيعتذروا من حالهم. مزبوط، تحية كتير كبيرة لوجه صار. منشوف الفيديو الثاني. تحية لكم، ينعاد عليكم رمضان كريم وفصح مجيد. يا أستاذ مروان، يعني ما بعرف قديش الفكرة أنه الإنسان يصدر نجوم لغير منتجين بتبسطك ولا ممكن تزعجك بمطرح معين، وشو بتقول لهالنجوم يلي كانت بدايتهم نجوميتهم من عندك، لأنه دايما ظنك ما بخيب. أنا بالعكس هذا شيء بيبسطني، ما بيزعلني أبدا أبدا أبدا. أنا ساعة اللي بطلع نجم وبلاقي كذا منتج حابين يشتغلوا معه، فهيك بكونوا عم بيقولولي لإلي برافو نجحت، ونحن هلأ بس بدنا ناخده منك، وأنا بكون على قلبي مثل العسل. وبالنسبة لكل النجوم اللي اشتغلت أنا وياهن، أنا ما في ولا أي مشكلة أنا وياهن، أنا بتواصل على طول أنا وياهن. أي لحظة ممكن أرجع أتلاقى أنا وياهن بعمل، ما في أي مشكلة لا من ناحيتي ولا من ناحيته. بنشوف هلأ جو صادر. طلب جيني فجأة وأنا بالنادي بعتذر. السؤال يلي بدي واجهه لأستاذ مروان، أول شي تحية لك، بسلم عليك وبسلم عليك يا ريتا وسيرج. السؤال بدي أسألك يا أستاذ، شو الانتقاد لعشرة عمر أنت برأيك كنظرتك لشغلك؟ شو الانتقاد تبعك يلي كان مفروض يكون أحسن؟ لأنه أنا بعرف الأصداء الحلوة وكل شي منيح عم ينحكى، حابب اعرف انت رايك كمنتج العمل شو اللي كان لازم ينعمل احسن. وانا بسلم عليك وشهادتي فيك مجروحه، انت مش ناطر شهادتي. انا بشكرك على الثقه الكبيره اللي عطيني اياها، وان شاء الله الى الامام والنجاح. بوصلك. وانا كمان بدي اقول لك انه بالنسبه لعشره عمر، نحن لو كان عندنا وقت اكثر شوي كنا في بعض الهفوات يلي انوجدت ويلي مش كل العالم بتقشعها، بس أنا بقشعها أو أهل المهنة هن بيقشعوها، كان ممكن إنه نتلافيها. بس للأسف الوقت ما كان بإيدنا، السرعة اللي بنشتغل فيها، لأنه أنت بتعرف تماماً إنه تلفزيونات بتطلب منا نهار التنين مسلسل بدها إياه نهار التلاتة، وهي المشكلة. مزبوط. بنشوف هلأ سالي بصمة كمان، تحية كتير كبيرة لها. أستاذ مروان وكل المشاهدين، ينعاد عليكم ورمضان كريم. أولاً بدي بارك لأستاذ مروان بمسلسل عشرة عمر يلي مكسر الدنيا والناس كلها عم تنطره، ومحقق نسبة مشاهدة كتير عالي. طبعاً كان إلي الشرف أن يكون موجودة فيه كضيفة بشخصية شيرين. أستاذ مروان حابة أسألك سؤال، بما أنه حضرتك كنت من أوائل المنتجين يلي أعطوا فرص لفنانين وآمنوا بقدراتهم وعملتوا النجوم صف أول، قدي هي صعبة أو سهلة حالياً أنك تصنع نجم، أنك تآمن بموهبة وقدرات وأداء ممثل أو ممثلة وتعطيهم فرصة النجومية وتصنعوا نجم بظل السوشيال ميديا والشهرة السريعة يلي عم تحققها السوشيال ميديا حالياً؟ شكراً. أنا بدي أقول لك سالي أنه أنت ممثلة جيدة، أنا تفاجأت فيك، ما كنت أبداً قبل شايفك. طرح علي اسمك، شفت لك عمل او اثنين وحبيت شغلك. وبدي اقول لك شغله، انا ما بحب كلمه صانع النجوم. ما في حدا بيصنع حدا،
في شخص بيعطي فرصة لإنسان تاني، هالشخص إذا كان قد الفرصة بينجح وبينجم، وأكثر من هيك ما بدها الشغلة أكثر من هيك. فأنا اليوم بعدني بعطي فرص لصبايا وشباب جديد، مش بس بالتمثيل، بالإخراج. أنتوا بتعرفوا أنه أنا اليوم لكتاب، أنا بعطي فرصة لكاتب جديد، لمخرج جديد، لمخرج منفذ جديد، كلهم وبتلاقيهم فجأة انتشروا وشفناهم هون وهون وبالعالم العربي، وهيدا شيء بيسعدني وأنا مكفى هيك. منتابع سوا كمان بالفيديو، وصلنا سوا لأكيد ميراي فانوسيا. مرحبا ريتا، هاي سيرج. أنا بدي أقول لك مبروك بالأول على النجاح لعشرة عمر. وسؤالي لإلك هو، برأيك شو العناصر الأساسية يلي ما عم بتخلي الدراما اللبنانية ترجع لوهجة يلي كان على أيام تلفزيون لبنان، يلي كانت الأولى يلي خرقت الدول العربية؟ هذا سؤالي، وبتمنى لكم نهار حلو. العنصر الأول والثاني والثالث والأخير هو المصاري. نحن حتى قبل أيام تلفزيون لبنان مثل ما كنت عم تحكي، كانوا كل النجوم اللبنانية انعرفوا بالعالم العربي، وما كان فيه إلا دراما اللبناني. فتنا بالحرب الأهلية، طبعا الحرب أثرت علينا، وهذا الشيء بيصير بكل بلاد العالم. إذا بتلاحظي الدراما السورية من 2011 قد ايه تراجعت هلأ بعد 10 سنين لرجعت تبلش تنتعش، والدراما المصرية ذات الشيء صار فيها على أيام لما نشيله حسن مبارك. فهيدا شيء بيتأثر، الدراما هي صناعة تتأثر بالوضع السياسي والاقتصادي. نحن حتى بعد الحرب، أنا بقدر أقولك بسنة 2010 2011 و12 عملنا ثورة، أنا بعت كل مسلسلاتي للعالم العربي، بيبي دريس وأجيال ومدام كارمن وغلطة عمري وشو بدي أعدلك لأعدلك، وكلها مسلسلات انباعت، وهي جابت الدراما العربية على لبنان. صح. بكل تواضع بقلك انه أجيال عمل لو، وسارة عملت روبي، فكتار عملنا مسلسلات ونجحت، وهي خلت الدراما المشتركة تجي، لأنه كنا بعز اقتصادي، كان في معنا مصاري، كان فينا ننتج، الانتاج تبعنا عطى نتيجته. الفيديو هلا من لما لوانت. مرحبا، ويعطيكم العافيه. استاذ مروان، سؤالي لك، انت اغلبيه الممثلين اللي هلا شايفينهم من الصف الاول بلشوا معك، اعطيتهم المساحات الكبرى وسطع نجمهم بعد ما مثلوا بالمسلسلات تبعولك. انت برايك من كاست عشرة عمري اللي انت نقيته فردا فردا، مين رح يسطع نجمه دغري بعد هالمسلسل؟ واكيد بدك تستثنيني لانه انا عم بطرح السؤال. اوكي، ثانك يو سو ماتش. اول شيء مش رح استثنيكي، لانه انا رح اقول لك انه انت رح تكوني مطلوبه، في كتير نجحوا، في مش رح سمي لانه انت بس طرحت السؤال رح اقول لك، بس انا رح اقول لك انه في 5 6 اسامي، وما رح اخفي عليكي انه في 2 أو 3 انطلبوا دغري من هلا ليكونوا بمسلسلات تانيين. ما عودش ممثل من اللي عم بيسال اسئله بطل يشتغل معك من ورا الاسئله. ما بيأثر، لا لا، ما هيدا المشكل، بالعكس بضلوا يشتغلوا، ما في مشكل ابدا. ونتابع سوا. نيكول طعمي. ساج بونسواريتا، بونسوار لكل المشاهدين ناكس طبعا، وبونسوار للمنتج مروان حداد. استاذ، انا حابة اسالك سؤالين. مش من زمان كنت حضرتك بمقابلة عم بتقول انه درامتنا عم تتعيفة، برأيك بظل هالظروف اللي نحن فيها رح نتعيفة على الاخر وبعبدنا كتير وقت؟ وتاني سؤال، بحب كتير اسمع رأيك على الهواء بالنسبة لشخصية نعمت يلي انا عم بلعبها بالمسلسل. استاذ، بدي اقول لك الف مبروك على المسلسل وعلى هالنجاح الحلو يلي عامله حضرتك ونحن، وينعاد على الجميع. يعني بس بالمختصر رح قلك نيكول انه بعتقد رح يكون عندك ما قبل نعمت وما بعد نعمت من بعد عشرة عمر. وشو سؤال تاني ما انتبهت، نسيت انه عم تتعيفة. ايه، الدراما اكيد عم تتعيفة، والقصة قصة، بس نحن مرتبطين بالوضع الاقتصادي، بس يتحسن وضعنا الاقتصادي بترجع الدراما عادي مثل ما كانت. هلا بنشوف قولة صوان. أنا بدي أسألك سؤال كل الناس عم تسألني إياه، بس الجواب عندك. معقول يكون في سيزن طول عشرة عمر؟ شو السؤال؟ سيزن طول عشرة عمر، فكرت بدها زود بالأول. أي سؤال؟ في جزء تاني لعشرة عمر؟ آه.
الكتار عم يسألوها هالسؤال. هلا يعني بصراحة إذا بتشوفوا آخر حلقة أنتو إذا كانت النهايات منتهية حكماً ما رح يكون في جزء ثاني، وإذا حسيتوا إنه النهايات مفتوحة ممكن يكون. شو هالجواب المنطقي حبيته كثير. يعني مثل كأنه كمان بليل الموت مثلاً 1 و2 كأنه عم بيماتوا رجعنا شفتيهم بسيزونز. طالما رأس المال عم يطلب الشركة بدها تنفذ يرجع بيقوم للموت. أكيد يعني اليوم تخيل أنا منتج إذا أنا بعت لتلفزيون معين، اجى التلفزيون وشركات الاعلان وقالوا لي بدك تعمل جزء ثاني انا كذا ما كنت بدي اعمل الباشا مثلا. صار بدك اكيد التلفزيون اجى بدنا نعمل الباشا، يا خيي ما بقى يحمل الباشا، لا بدنا نعمل الباشا. مش غلط. بولين حداد هلا هيدا العقد. مرحبا، مساء الخير لكم جميعا، بدي اقول لجمهور رمضان كريم تنعاد على الكل بالصحه والخير. تحية كبيرة لأستاذ مروان، بدي أقول له ميرسي كتير. أنا هيدا أول عمل مع شركته، كتير سعيدة بالفرصة اللي أعطاني إياها بشخصية كارما، حبيتها كتير، وإن شاء الله كمان هو يكون حبها والجمهور عم يتفاعل معها، بتصور إنه حب الشخصية كمان. سؤالي لأستاذ مروان، لو ما كنت أنا المثلي لشخصية كارما مين كنت بتختار؟ أو سؤال تاني إذا ما أدري جاوب عيد السؤال، في شخصية تانية بالعمل كنت بتتخيل كمان ممكن أنا بتلبق إني أديها؟ وكل الحب لألكم كلكم، ميرسي كتير. بدي أقول لك شغلة، أنت بتعرفي تماما ماريتا لما اختارتها نقيت إما إذا منحط بولين حد ماريتا ما ممكن إلا ما نقول إنه هاي اما لا هاي الشخصيه. مزبوط. فمشان هيك ما كان في حدا تاني انه يكون مطلع. قال لك تحيه من زياد صابر. اهلين الممثل كمان. هلا بنشوف فيديو من حسن حمدان. تحيه كبيره للاستاذ مروان وبنقول له كل عام وانت بخير ويعطيك الصحه والعافيه وطول العمر. سؤالي هو التالي، هل انت يعني عندك عتب على احد نجوم البلد اللي اطلقتهم حضرتك في بداياتهم بتعتبره ناكر للجميل؟ ومين هو إذا بتحب تقوله؟ أنا ما عندي عتب على حدا أبداً، بس أنا عندي إذا تمني على المسلسل، وهيدا شيء مهم كتير بدي أقوله عندك. اليوم هيدا اللي عم بيصير بالدراما المشتركة، هيدا شيء كتير حلو، منطلع مصاري، منقبض فريش، منعمل مسلسلات، أنا مع، مني ضد أبداً، ولكن هيدا مش صحي. الصحي انه يكون في دراما لبنانية مثل ما في دراما سورية ومصرية وخليجية بلس الدراما المشتركة. نحنا يمثلين لبنان كلكم رح تجوا نهار توعوا وما تلاقوا في دراما مشتركة، رح ترجعوا تقولوا ويني درامتنا. اذا ما كنتوا انتوا شاغلين فيها من هلا رح تروحوا تقعدوا. بس الدراما المشتركه عم بتساعد النجوم اللبنانيه بمطرح ما انه يبينوا ويظهروا اكثر وينطلبوا. اكيد بس هيدا ظرف، هيدا بالزمانات شي مرحله يعني. بس بدي اقول لك انت ايام روتانا لما كانت شركه روتانا كانوا الكليبات بلبنان ما تعرف قد ايه، يعني كل يوم ميلودي ومزيكا يجوا يعملوا اغاني وكليبات واغاني فجاه نمنا امنا لا في كليبات ولا في صاروا مثل ما بيقولوا كمان صاروا ليركس فيديوز يعني. مشان هيك الممثل انا ما يشتغل دراما، بس اقل شيء يعمل مسلسل بالسنه دراما لبنانيه مثل ما الممثل السوري بيشتغل مسلسل سوري، مثل ما المصري بيشتغل مصري والخليجي بيشتغل. المفروض نقابه الممثلين يعني اذا فينا نقول بمطرح معين تفرض انه اذا بدك تمثل ما فيها تفرض، لانه انت منك اوردر اليوم، منك نقابه محامين او اطباء، هيدي نقابه قايمة على انه مين بحب يكون بالنقابة وما فيها حتى بركي بالنهاية مليئة دور بيناسبه كمان. ايه لصورته. لا هيك ما فينا هيك. بعد عنا فيديو؟ عنا فيديو من هيثم المصري. أنا عندي سؤال عطول بينسأل بس عبالي أعرف رأيك أنت تحديدا فيه، ليش الممثل اللبناني أصعب أنه يوصل عربيا من الممثل اللبنانية؟ وليش نجماتنا اللبنانيات منجمين أكثر من نجومنا اللبنانيين؟ رح أقول لك هيثم بكتير بساطة، هيدي ما فيها هيدا ترند، ما فيها شيء، وعيه ركبوا تركيبه انه اليوم بدنا البطله اللبنانيه والبطل غير لبناني ومشوا فيها، على بكره يطلع تلفزيون كثير كبير من صاحب الاموال
اذا بدك شاهد او ام بي سي يقولوا نحن بدنا نقلبها، بدنا البطل سورية والبطل اللبناني، صدقني مسلسل 2 3 4 بتقلب كلها سوا. ما في اي اذا بدك اسس لهالموضوع، هاي هيدا هيك بتتقرر كيف الموضة، اليوم نلبس قصير بكرة نلبس طويل، هيدا الشيء هاي التركيبة هي ذاتها. فاليوم اللعبة بإيد التلفزيونات الكبيرة يلي هي عم بتسير الأمور. مع أنه خلص وقتنا ولكن بدنا نروح على السريع لآخر سؤال كمان بعد. مين رح يطرحه عليك بفقرة ألو؟ مين معنا على فقرة مين معنا؟ معنا مفاجأة على ألو. نجمة أكيد بتحبها كتير وكمان عم نشوفها بالدراما اللبنانية، ماريتا الحليني. مساء الخير. هاي ماريتا. ألو. ألو حبيبي، كيفك؟ شو أخبارك؟ أول شيء أهلا وسهلا فيك ببرنامج نكست عبر الاتصال. أكيد أكيد معنا المنتج مرة حداد. أنا ما عم بسمعكم منيح. يمكن عم تسمعينا بوضوح. عم تسمعيني هلا بوضوح ماريتا؟ الو. اي ماريتا بعدك معي؟ بدنا نطلب منك تسالي السؤال لاستاذ عمر. اوكي يلا، انا ما عم بسمع منيح بس رح احكي. اول شيء بونسوار سيرجو ريتا وبونسوار استاذ مروان. انا بس بدي، انا ما عندي سؤال صراحه لانه انا نحن على طول بنقعد وبعرف كيف بتفكر وبقى يعني ما اجى ببالي ولا سؤال اساله. فرح اقول لك انه انا بدي احييك على ايمانك وثقتك وكيف هيك اصرارك على الدراما اللبنانيه، وانه نحن كنا يعني بعد سنين بتقوم بالدراما اللبنانيه وعم بيكون في انتاجات، وخاصه حتى نحن بفتره كورونا كنا عم نصور حكايتي والازمه اللي مرقنا فيها بلبنان، يعني لهلا على طول بعدنا عم نصور ولا لحظه وقفت. فهذا الشيء نحن بنشوف حالنا فيه، وانا صراحه بتشرف اني اكون عم بشتغل معك ومبسوطه كثير بشتغل معك، وانت بتعرف انه انا بعتبرك مثل بيي، وبدي اتشكرك على هالفرصه اللي اعطيتني اياها وبحبك كثير. ألف تحية لك ماريتا الحلاني، شكرا لك على الاتصال يمكن ما كنت عم تسمعنا. ايه وانا بحبك كثير ماريتا، وبدي اقول انه ماريتا كيف رهينة على ماريتا؟ يعني ماريتا اذا بدها تنجح كتمثيل ولا لا؟ لانه اليوم عمر ماريتا، وجه ماريتا، البراءة اللي عندها اياها ما بتلاقيها وين ما كان. مشان هيك ماريتا بعدين عم تشتغل على حالها كثير، اذا بتحضر لها المسلسل اللي عملته قبل هيدا المسلسل بتلاقي العصب تبعها تغير، احساسها تغير، عم تشتغل بكثير لانه حابب المهنه. وانا باكد لك انه من هلا لكام سنه ماريتا حكمان عبر 26 في عندها عمل جديد معك ماريتا الحليني؟ ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. ونحن بدنا نوجه لها تحيه كثير كبيره لماريتا، وناطرينها معنا اكيد بالاستوديو قريبا. شو المسلسل عم تحضره هلا؟ ليك عم بحضر طبعا، عم تابع، ما فيني اقول انه كل يوم كل يوم كل يوم، بس بقدر اقول انه بوتي على الام تي في بحضر للموت، بحضر الزند، العاصد تايم حسن، لانه مختلف، انا بحب النار بالنار. ما صار لاني اشوفه لانه 8:30 يعني ما بكون كثير جاهز اني احضر. وبعدين عم بحضر كمان مسلسل شو اسمه؟ اي شاشه ابتسم ايها الجنرال. ابتسم ايها الجنرال. مروان حداد شكرا لك استاذ مروان على هذه المقابله الحلوه كثير، وعلى امل نرجع نشوفها كمان باستديو نكست لانه دائما بتكون مقابلتك سبيسيال. للاسف كان بعد عنا عده مواضيع بدنا نحكي فيها، وعنا فقره وهم كانت كثير حلوه. يلا بسيطه، خيره بغيرها. شكرا لك ومنور، يعني عن جد فاجاتوني هالقد اسئله. شكرا لك استاذ مروان. ثانك يو، ميرسي. امبارح لك 100%. مشاهدينا بكره اكيد حلقه جديده، ناطركم عده قصص كمان سبيسيال مع ضيفتنا صفاء درويش، ضيفه مميزه جدا، ومثل ما هي بتكون الريد زون نحن بدنا نكون الزون بحد ذاته. سي يو اند باي باي، اي لاف يو اول.